بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الكرام والأخوات المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله سوف نتناول في هذه الحلقة مقترحات للخروج من الأزمة الاقتصادية. يمكن كثير من الجهات والناس يقول لك والله فلان ده بيتكلم ساكت، أو الناس ديل بينتقدوا أو يقولوا آراءهم من دون ما يكون عندهم مقترحات. وأنا بقول أنه إحنا جريا على أنه نرد على هذا السؤال بنساهم هذه المساهمة المتواضعة بأنه نقدم مقترحات للخروج من الحال. ما بنقول دي كاملة أو المقترحات دي يجب أن، لا، بنقول دي مساهمة تضاف إلى مساهمة آخرين من أبناء الوطن وإلى مساهمة مؤسسات، وقد تكون أحزاب أو جهات. ده كله مع بعض الجهد ده يمكن يوصلنا لنتيجة. الحاجة الثانية، الاقتصاد الحقيقي في البلد دي يحتاج إلى شورى كبيرة. يعني ما ممكن أعداد محدودة من الناس في صوالين مغلقة يخططوا للاقتصاد، يضعوا السياسات والبرامج ويكون، لا، الاقتصاد يحتاج إلى شورى واسعة، إلى think tanks كبيرة تدرس بتأني، وبعد ذلك يعرض هذا الأمر على خبراء وعلى سياسيين وعلى مجتمع منظمات مجتمع مدني ونقابات وأحزاب، تتفاعل كل هذه، لأنها دي بتمثل نصف رأيك عند أخيك. وكل ما اتسعت الشورى كل ما قلت الأخطاء. المسألة الثانية برضو دارين ننتهي من قصة أنه والله إحنا أي زول، يعني مجموعة وحكومة تقول لك والله ده البرنامج، دي السياسات بتاعتنا وده البرنامج وما في بديل غير ده. طبعا هذا ليس صحيح، لأنه واحدة من التعاريف الأساسية للاقتصاد هو أنه هو علم البدائل. وإنت زي ما وضعت بديل، قد يكون في 3-4 بدائل، وقد يكون في بديل أفضل من الذي يعني وضعته. ولذلك اتساع الشورى وكثرة الدراسات واتساع الشورى وتفاعل قطاعات المجتمع المختلفة هو الذي يؤدي إلى النجاح في النهاية. ولذلك أنا ببدأ أقول أنه السودان يستطيع الحقيقة عبر حكومة مستقرة وتخطيط استراتيجي سليم تتبع خطط وبرامج محكمة ومتابعة وتقويم مستمر. ودي واحدة من علاتنا في الاقتصاد وفي كل شيء الحقيقة، ما عندنا تقويم من وقت لآخر، ما بنقيم. لذلك لا بد من قيم من وقت لآخر عشان نقوم، عشان نصلح حالنا. إذا عملنا كده ده ممكن يصلح حال الاقتصاد بما يعود بالنفع على البلاد والعباد، ويأهل السودان لأن يلعب دوره الريادي في عالم اليوم. أنا يمكن أتناول المقترحات في 10 محاور. أول حاجة المقترحات عامة، والمقترح الأول ده يمكن حتى وصل له مؤتمر الحوار، أنه لابد من إجراء مراجعة شاملة للاقتصاد وإعادة هيكلته على أسس سليمة. المسألة الثانية، لابد من اعتبار التعليم والبحث العلمي وبناء القدرات ونقل وتوطين التكنولوجيا رأس الرمح في التغيير وتحقيق النهضة الاقتصادية. وطبعا ده داير له كربة شوية، وداير له تفكير يعني يتجاوز التقليدية. احنا الآن من يعني يمكن البحث العلمي عندنا لا يتجاوز التعليم، ممكن الصحة لا يتجاوز 4% ولا من الدخل القومي. في دول أخذت التعليم وأدته 20% من الدخل القومي أو 25%، بنت بناء تمام بالتدريب والتأهيل والمعامل وإطلاق طاقات التعليم المهني وإلى آخر ثورة. ده بيغير، يخلي لك أنه ما في عصبية، ما في قبليات، ما في طائفيات، ما في حبزات، ما في كده، المناهج ذاتها تتغير وهكذا. المسألة الثالثة، تقوية الأجهزة الحكومية في القطاعات الاقتصادية، لازم نأهلها بأنها عشان تقدر تجمع المعلومات والبيانات وكده. بعدين لابد من تصفية الشركات الحكومية المركزية والولاية، لأنه لازم نخلي الشغل ده للقطاع الخاص، وخلي الدولة هي تشرف على الأجهزة التنفيذية بتاعتها. وأخيرا لابد من إعادة هيكلة النظام المصرفي بما يتوافق خطة الإصلاح الاقتصادي العام، لأنه القطاع المصرفي الآن داير تأهيل كبير جدا حتى يستطيع أن يواكب أي حركة تغيير اقتصادي. المحور الثاني، زيادة الموارد. وفي مقترحات كثيرة، لكن أنا بركز على حاجتين. الأولى، خفض الإنفاق الحكومي.
لازم تكون في ضربة قوية لخفض الإنفاق الحكومي ده بما يعادل 30% على مستوى المركز والولايات، ولا بد أن تخفض على الأقل الوزارات والمحليات إلى 50%، لأنه هسه في ولايات مثلا ولاية محدودة جدا تلقاها فيها 20 محلية، ولاية فيها 18 محلية، فهذا صرف كبير جدا جدا. بعد ذاك أيوة أيضا نمنع التجنيب، وإن كان هسه الإجراءات الأخيرة اللي اتخذت دي هتقلل منه كثير بتاع التحصيل الإلكتروني ده، لكن لازم نوقف التجنيب ده نهائي عشان كل الأموال تنصف في الخزينة العامة، وبرضه عشان يكون في شفافية، عشان يكون في ولاية الدولة على المال العام. المحور الثالث اللي هو التمويل، قضية التمويل. طبعا التمويل بيمثل أساس في البناء الاقتصادي بالنسبة لأي دولة. التمويل الحكومي ينبغي أن يركز على تمويل الميزانية على الموارد الحقيقية، ولا يلجأ إلى التمويل بالعجز إلا في حدود ضيقة جدا، وده ما يوجه للصرف الحكومي أو الاستهلاك، إذا كان لابد يوجه نحو الإنتاج وزيادة كما وكيفا. أما تمويل القطاع الخاص المنتج والذي يسهم في بزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وتطوير قطاع الخدمات، أنا في عندنا اليوم بعض المقترحات من ضمنها زيادة رؤوس أموال البنك الزراعي والصناعي والعقاري، بالإضافة إلى تزويده بالأموال الجارية اللازم لتمويل القطاعات. وطبعا لأنه البنوك التجارية غالبا تشتغل في المجالات التجارية وممكن تشتغل شيء في التنمية، لكن دي اسمها بنوك التنمية. بعد ذاك هي ذاتها تراجع الهوامش بتاعتها، يعني تخفض الهوامش بتاعتها حتى يعني يستطيع الإنسان اللي بيتعامل مع البنك ويطور نفسه زراعيا أو صناعيا أو حيوانيا أنه التكلفة بتاعته ما تكون عالية عشان العائد بتاعه يكون ممتاز ويتقدم كل سنة في الإنتاج. بعد ذاك في قضايا فيها مشاكل اللي هي قضايا التخزين والتسويق، لابد أنه إحنا ننشئ أجهزة خاصة تساعد المنتجين في قضية التخزين عشان نحافظ على المنتج وما يضيع، وهسه بيقولوا 15% يمكن منه يضيع، والتسويق أيضا، وده أيضا خاصة بالنسبة للتمويل الأصغر. التمويل الأصغر الآن 12% يمكن ولا ربعه ما قاعدين الناس ياخدوه، لأنه عندهم مشاكل في الاسترجاع، وده نتيجة أنه الحلقة ما مكتملة، كيف يخزن، كيف يسوق، كيف وهكذا. في ملاحظة أنه في أموال ضخمة جدا خارج النظام المصرفي في أيدي الجمهور، ودي عشان ندخل التمويل، يعني يعني الأموال الآن في أيدي الجمهور هي عاملة تضخم، لأنها كميات كبيرة جدا ماشية في شنو؟ بيع وشراء الأراضي، بيع وشراء العقارات، الاتصالات، بيع وشراء السيارات، وكلها في الأعمال الهامشية. أنا أفتكر لو نحن دارين نمشي لقدام لابد أنه التمويل ده نعمل سياسات مشجعة جدا للإنتاج في كل مجالاته، نخلي الناس اللي عندهم أموال يتجهوا نحو الإنتاج، يكون العائد بتاعه أكبر من عائد الأعمال الهامشية وكده، وبالتالي الأموال اللي عاملة لنا الصداع دي وعاملة التضخم وعاملة المشاكل نستطيع أن نوجهها نحو الإنتاج عشان يكون العائد تخفيض للسلع الاستهلاكية وزيادة للصادر وكده. والغريب في الأمر هسه الناس يقول لك والله الأراضي في السودان والعقارات أغلى من مصر وأغلى من إنجلترا وأغلى من أمريكا. نعم، ليه؟ لأنه أموال ضخمة نازلة في على هذه العقارات لازم ترتفع أسعارها. وهسه أنا أنظر في الخرطوم كده ألقى عشرات الأحياء القائمة جديدة كلها قائمة عمارات ضخمة ضخمة جدا لا تشبه واقع السودان الاقتصادي. لذلك لابد من مراجعة وسياسات قوية لامتصاص هذه الأموال وتوجيهها نحو الإنتاج والتمويل، تعبئة الموارد والمدخرات. وطبعا احنا عندنا زي ما قلنا شهامة وشمم، ممكن نعمل شركات أزيد، ممكن نبتكر من الوسائل ما نستطيع أن نمتص به هذه الأموال ونوجهها نحو الإنتاج. أما التعاون والتكامل الاقتصادي مع الدول العربية والإسلامية وغيره لابد أن احنا نستفيد منها في أن نوجهها إلى تمويل البنيات الأساسية. المحور بعد كده الإنتاج، طبعا لابد من الاهتمام بالإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، لابد أن نضع يعني سياسات قوية تستلهم تجربة الماضي ونستطيع بها أن نؤمن غذانا وقوتنا
في السلع الأساسية ونصدر. مشروعاتنا الزراعية كبرى حقيقة شاخت هذه المشروعات، لابد من تفكير جديد. نحن بنلاحظ أنه مساحاتها كبيرة 2 مليون فدان، لابد من أنه إذا نحن دعينا ننجح المشروعات ذات المساحات الكبيرة دي نقسمها حتى يسهل إدارتها. 2، لازم نغير التركيبة المحصولية. وهسه أنا في حلقة ماضية وريتكم هي الحاصل في القطن وفي كثير من المحاصيل الآن بقت ما عندها جدوى، لا نستطيع نصدرها، لا يعني لازم نغير التركيبة المحصولية. 3، الزراعة تحتاج إلى أموال. الديتا بتديك، ضخيت فيها مال تمام، الديتا حقها بتديك عايد تمام، ما ضخيت بتخليك في النص، تبقى في الخسارات وتبقى في الديون. ولذلك لابد من أنه نحن أي تمويل من الخارج كبير في شكل شراكات من الدول الخارجية ومن القطاع الخاص خارجي، يعمل شراكات مع المزارعين في المشروعات دي ويديهم عايد مجزي بنسبة أحسن من البيوم ده مرات كثيرة، وهو يربح لكنه يطور الزراعة. لازم تكون في إدارات قوية ومقتدرة، تكنولوجيا عالية، حزم تقنية يعني قوية، لابد من تغيير جذري عشان يواكب العالم الآن. لكن ما ممكن نخلي نقول وزارة المالية والحكومة هي تمول المشروعات الكبرى، لا تستطيع. حزمة كبيرة لتغيير الواقع في المشروعات المروية. وكذلك لابد أنه إحنا الزراعة التقليدية نديها بعض الاهتمام، بأنه نخلي البنوك زي البنك الزراعي والبنوك اللي تشتغل في المجال ده تمويلها بهوامش قليلة، نديهم تكنولوجيا متوسطة وإلى آخره، حتى أننا نحن نهض بالزراعة. في مجال الثروة الحيوانية طبعا ده مصدر، نحن قبل شوية ورينا أنه الثروة الحيوانية الآن الحمد لله وصلت إلى قريب 900 مليون أو قريب 1 مليار في الصادر، ممكن تبقى 3-4 مليار. إحنا محتاجين بس نهتم بها، أنه أولا نطور القطاع التقليدي ده، نوفر فيه الموية، نوفر فيه العناية البيطرية، نوفر فيه كده. لابد من أنه بجانب القطاع التقليدي نمشي إلى المحميات عشان نربي فيها الإنتاج للصادر. الرسوم المفروضة الآن، يعني الآن في رسوم في الولايات، ولاية على المركز على المحجرة، لازم نحن الرسوم دي نشيلها نهائي، لأنه لو شلنا الرسوم دي نستطيع أنه الحيوانات بتاعتنا تصل إلى مواقع الصادر وإلى مواقع الاحتياج خارج السودان بأسعار كويسة، وبالتالي ممكن نجيب منها أموال صعبة مضاعفة. نحن دي واحدة من التحديات. احنا ممكن الان نطور الثروة الحيوانية التقليدية زي ما قلنا بالطريقة دي، نعمل المحميات، نزيد الانتاج، لكن نشيل كل العوائق، الثروة الحيوانية حتبقى واحدة من مصادر العملات الصعبة الكبيرة. نجي للصناعة. احنا طبعا صناعتنا كلها تقليدية ومرتبطة بالزراعة وكويس جدا. لو قدرنا زي السمسم والصمو والقطن وكل نعمل قيمة مضافة بتصنيع، ممكن دي تدينا 15-20%. لكن أنا أفتكر منقف عين هنا. أنا لما أنظر في الخرطة بتاعت التجارة العالمية بلقى أنه 80% من التجارة العالمية في السلع المصنعة، وبالتالي إحنا نخلي ده يمشي، لكن لابد من وضع استراتيجية صناعية نوفر لها الكهرباء، نوفر لها البنيات الأساسية، نستدعي القطاع الخاص الخارجي والدول لاستثمارات صناعية كبرى في صناعات عندنا فيها مواد خام مميزة بنسبية تعمل لنا تيك اوف في موضوع الصناعة وتحقق لنا عائد كبير جدا. وده متاح انه نعمل 4-5 مناطق صناعية كبرى، وده مهم. يعني كون الزراعة هي قاطرة الاقتصاد السوداني، نعم، لكن القاطرة الاكبر في العالم الان هي الصناعة والتعدين ممثل في الذهب وفي البترول. إذا كان نحن دارين ندفع الإنتاج حقيقة في الآخر، الإنتاج لا بد من أنه نحن الآن تقريبا البلد الكهرباء اللي فيها يمكن تكفيها يمكن تنقص شوية، لا بد أنه نسعى أنه نجيب استثمار من قطاعات من دول أو على شكل قروض، نوفر كهرباء ما تقل من 3-5 ألف ميجاوات للإنتاج الزراعي والإنتاج الصناعي والتعدين، ونحاول نخلي التكلفة بتاعتها معقولة، وبالتالي
نكهرب المشاريع الزراعية، ندي كهرباء للصناعة وللتعدين، وبالتالي إذا وفرنا الطاقة دي نستطيع أنه نقول والله إحنا ممكن نعمل نهضة، ممكن نستدعي القطاع الخاص الخارجي والدول ونعمل نهضة إنتاجية كبيرة. المحور بعد كده الميزان الخارجي، لابد أنه نحن نتخذ سياسات كحزمة، من ضمنها ممكن ناحية التبادل التجاري. أنا مثلا مع الصين، مع بعض الدول دول الشرقي دي، ممكن نتبادل معها تبادل تجاري، وده حساباته معروفة، وبالتالي نخرج كثيرا جدا من أنه عندنا سلع تبور أو ما تصدر، وده ممكن يدينا يعني عملة صعبة مقدرة. طبعا لابد نهتم بتنمية الصادرات السودانية ونطورها زي ما تحدثنا قبل شوية. لابد من أن احنا نقلل الواردات، وده بأنه لازم تكون في خطة أنه احنا نستهلك، نجيب سلع الاستهلاكية الضرورية للاستهلاك وللإنتاج، ونوقف كل السلع الكمالية الآن على الأقل في الوقت الحاضر في أزمتنا الاقتصادية الموجودة دي. وطبعا كثير من الاقتصاديين بيسموا السلع تحت الرفاهية دي السلع الاستفزازية، ونحن لازم نضبط الاستيراد ده بحاجتين: أنه ما نطلع رخص استيراد إلا لما هو ضروري، اثنين نوقف أي تهريب من الخارج إلى الداخل. أيضا لابد من وضع سياسات مشجعة لاستقطاب مدخرات المغتربين. يعني زمان نميري لما حصلت له مشاكل اقتصادية عمل لائحة للمغتربين، واستطاع أنه من خلال العملات الصعبة اللي بتجي بلائحة مشجعة أن يغطي كثير جدا من احتياجاته. نحن الآن أنا أفتكر نحن ألقل 4-5 مليار ممكن دولار نجيبها من إذا كان عملنا لائحة وعملنا حاجة مشجعة، والدول كلها الآن بتستقطب مدخرات مغتربين، وبتكون دي واحدة من العوامل الأساسية في اجتذاب العملات الصعبة. لابد من اعتبار العون الأجنبي مكمل للموارد المحلية وما بديل عنها، والعون الأجنبي يوجه للبنيات الأساسية للإنتاج والبنيات الأساسية في المركز وفي الولايات. نحن ده بيخليني أتكلم عن الفجوة. نحن الآن بنتكلم عن الفجوة بتاعت 5-6 مليار دولار، دي هي العاملة المشكلة بتاع أنه الجنيه السوداني منخفض، أنه في تضخم، أنه وهكذا. أنا أفتكر الآن ببساطة عاملين بس ممكن يعني ياخذنا الفجوة دي نهاية، اللي هو واحد أنه نحن نعمل شغل كبير جدا في موضوع المغتربين. وأنا أطلب من الأخ كرار التهامي أنه يكون عنده مساهمة قوية في أنه جهازه يستطيع أن يقدم تصور كافي للحكاية دي. المغتربين مش المغتربين بس، المغتربين وأصحاب رؤوس أموال ضخمة موجودة في الخارج، إذا ما حصل لهم تشجيع بيجوا، دي ممكن نجيب منها 4-5. بعد ذاك الذهب، والذهب ده الآن نحن بنجيب منه أقل من مليار، مع أنه الإنتاج بتاعه العائد بتاعه يصل إلى 4 مليار. ليه؟ لأنه بيتهرب الذهب ده. لازم نسد منافذ التهريب بشكل قوي جدا. من الاثنين ده احنا ممكن نجيب 8-9 مليار، وفي حاجات أخرى. يبقى إذا احنا أصلا عندنا ميزانية للنقد الأجنبي خدتنا فيها يعني إيراداتنا، ونحن عارفين الآن زي ما استعرضنا قبل شوية الفجوة 5-6 مليار نستطيع نسدها بالراحة، وبالتالي نجيب كل احتياجاتنا، وبالتالي هنخلي سعر صرف العملة الوطنية معقولة جدا، ونخفض التضخم، ونكون ساهمنا مساهمة كبيرة جدا في حل مشاكلنا. أدلف بعد ذلك إلى واحدة من الحلول اللي هي مشاكل التعدين، ودي مين اللي طبعا في معادن كثيرة جدا ظهر الآن أنها في السودان موجودة، لكن إحنا محتاجين لمزيد من التعدين في الذهب، وده لابد أنه يحصل مسح كبير. وانا شايف وزارة المعادن الان بدأت في هذا، يحصل مسح كبير، لانه ممكن نحن نطور الذهب ده ليكون بديل عن البترول لفترة الى ان يجي البترول، لانه البترول له نفس كبير، الى ان يجي البترول نازل، وهو ذاته الان اسعاره نازلة وفي بقت في بدائل ليه، والمهم نشتغل فيه، لكن لابد يكون واحد البتاع انه نعتمد اعتماد كبير على الذهب باستكشافات كبيرة وبشراكات كبيرة من الخارج، بالاضافة الى البترول، بالاضافة الى كثير من المعادن بالمناسبة التي يزخر بها السودان. ونحن بالمناسبة عندنا كميات ضخمة من الغاز موجودة في البلد، وخاصة في البحر الاحمر، ممكن مع السعودية نستطيع، ودي كميات ضخمة ممكن تكفي السودان وتصيد.
المحور بعد كده محور النقل، وده التركيز فيه وانا على السكة حديد. معروف انه النقل بالسكة حديد رخيص يعني بالنسبة للركاب بالنسبة للبضائع. احنا الان مشينا في طرق كثيرة وكده، عارفين الطرق تكلفتها في بناء الطرق، تكلفتها في الوقود بتاع عشرات الالاف من التراكس، الاسبيرات والفاقد البشري. احنا لابد من نضع استراتيجية قوية مع بعض الدول زي الصين زي غيره، والان بدأت بعض الدول زي الصين وغيره كده تنتج انواع من القاطرات يعني بشكل محترم. وانا شفت الحكاية دي، لابد من انه نخلي الوسيلة الاساسية للنقل في السودان هي السكة حديد. اول حاجة هتخفف لنا التذاكر بالنسبة للركاب في جميع انحاء السودان، وهتخفف لنا تكلفة ترحيل البضائع من محل. طبعا ده حينعكس بأثر إيجابي كبير جدا على تخفيض تكلفة سلعنا، بتخفف على ناسنا هنا، بتخليها سلع منافسة برا. فميزتها أنها بتقلل التكلفة، بتوفر الطاقة الضخمة اللي بتستعمل التركس، وتوفر قطع الغيار، بتغلل من الفاقد البشري الضخم ده، وبعدين بتصل الى كل اطراف السودان. لانه بالمناسبه الان في اطراف السودان في حاجات عجيبه جدا قايمه وايل ساكت، وفي حاجات انتاج محلي لو يتجمع ممكن يصدر يكون له قيمه. بعد كده انا بجي للرقي الاجتماعي، بقول انه لابد من وضع استراتيجيه تخدم اعاده توزيع الدخل بعداله وضمان الحد الادنى من الحياه الكريمه، وده تكلمنا عنه بتفصيل. عمليه الضمان الاجتماعي الان المركزه في الزكاه، وفي القروش اللي بتدفعها وزاره الماليه، في التأمين الصحي، كل واحدة كده شغالة ماشية براها. لابد من تنسيق مكونات موضوع الضمان الاجتماعي ده حتى نضمن انه بيصل، وكل دول بيصلوا كم، وعشان بعد ذاك انت يكون عندك احصائيات لسد هذه الفرقة. موضوع الاوقاف، انا الحقيقة قريت في تقرير قريب عن اوقاف السودان في الخارج، الحقيقة اوقاف كثيرة جدا في الخارج ولكنها مهملة، وحتى الاوقاف اللي هنا في السودان أوقاف كبيرة ولكنها غير محدثة من حيث تطويرها ذاته ومن حيث تطوير عائدة. أنا أفتكر دي لو كلها عملت لها دراسة، جهاز قوي، إدارة قوية، العائد بتاعها ممكن يعمل أثر اجتماعي كبير. أنا أفتكر لابد من تفعيل مشروع التأمين الصحي، وأنه في مدى وجيز لازم يمشي لكل الناس. لابد من زيادة الدخول الحقيقية زي ما قلنا قبل شوية، باحتواء التضخم واحتواء أنه استقرار نظام الصرف. لابد من تهيئة فرص التوظيف للشرائح الأدنى، ولابد من دعم الخدمات الاجتماعية في المياه والصحة والتعليم. وقبل تكلمنا عن أنه أولا هي ذاتها تدعم لأنه دي حياة أساسية. الحياة الثانية لازم نمشي نعمل سيستم زي السيستم الزمان، نضبطه بالتكلفة ونضبطه بالمقارنة بما هو حكومي وهو أهلي. أنا في بعد ذاك بجي لأكبر نقطة عاملة صداع للناس الآن، اللي هي موضوع العملة الوطنية ما لها وما عليها، وأنها لابد تستقر كده. وأنا بقول أنه أي عملة وطنية هي غاية الأهمية بالنسبة لأي دولة، ومدى اقتصاد قوة الاقتصاد في الدولة أو ضعفه بيعتمد على قوة سعر العملة الوطنية. فأنا أفتكر لابد أنه نشوف مخارج غير تقليدية للمحافظة على استقرار سعر العملة الوطنية. أنا أقول أنه لابد الباكيج بالنسبة للاستقرار، أول حاجة لابد أن نحصر الاستيراد في السلع الضرورية والمهمة للاستهلاك والإنتاج، ونوقف استيراد السلع الكمالية. اثنين، تشجيع الصادر بسياسات مشجعة زي ما قلنا قبل شوية، وخاصة الفرص المتاحة في الذهب والثروة الحيوانية وبعض المنتجات. بعد ذلك ليلة الاثنين لابد أن نضع ميزانية خارجية، هي طبعا بتكون موجودة لكن هسه ما في زول بيعرفها، يعني الشعب السوداني ما بيعرف ميزانية النقد أول ميزان الخارجي بتاعنا. لابد أن نضع ميزانية وتعرض، يكون في تسقيف بها أنه إحنا في السنة دي صادراتنا خاتلناها كم، وارداتنا، ولازم نسعى أنه الصادرات تكون تزيد والواردات تقيل، ولازم يحصل توازن أو على الأقل يكون الفجوة بسيطة جدا بالإجراءات اللي قلناها قبل كده. ما نسمح باستعمال العملة السودانية كسلعة. يعني أنا ما داير كل مرة يكون في مطاردات
ليه تجار العملة الناس اللي لا حق تكون في سياسات ثابتة وطنية حتى الناس اللي بيشتغلوا في الحكاية دي يعرفوها. ولذلك يعني هي أصلا عملة الاحتياط دي كان دولار كان يورو كده اتعملت للتبادل ما اتعملت عشان تكون سلعة. وانص أنه بقت سلعة معناها خلاص بقت في المضاربات وبالتالي ما حيكون في مدى وكده. لكن إذا نحن هناك ذاته عملنا زدنا الصادرات قللنا الواردات قللنا الفجوة وضبطنا الجمارك دي بتساعد كثير جدا. بعد ذلك احنا ممكن والله نقول والله ما يستعمل الدولار كسلعة زي في ماليزيا في بعض الدول وإنما يكون هو للتبادل. وما دارين الإجراءات حق الناس يدون فرصة وبعد ذلك الحكومة تعمل إجراءات وطنية كل الناس يشاركوا لكن مش كل مرة يجيب الناس اعتقيل يعني ما جميلة. يعني لا بد من وضع سياسات تقلل من زيادة الكتلة النقدية وزي ما قلت قبل أنه الكتلة النقدية تمشي نحو الانتاج ما نزيد الكتلة النقدية ودي ذاتا صعوبة نحو الانتاج حتى لا ترتفع يعني أسعار العملات الصعبة مقابل الجنيه السوداني. لا بد من وضع سياسات مشجعة ومحفزة للانتاج وخاصة يعني بالنسبة للنظام المصرفي للمنتجين. لا بد من وضع سياسات قوية تكافح اتجاه المال نحو الأنشطة الهامشية زي ما قلت قبل واللي ذكرتها. لا بد من استجابة للنداء العالمي ودي نقطة مهمة بقف عندها وده إن شاء الله المرة الجاية حيكون حلقة كاملة أنه في نداء عالمي أنه لا بد من أنه يكون في سلة من العملات ما يكون العملات الصعبة المذكورة أو عملات الاحتياط اللي هي الدولار واليورو والاسترليني والين. لا لازم تزيد السلع دي وخاصة بدخول اليوان حتى نزيد المسألة دي وبالتالي نقلل من المخاطر اللي ممكن تعمل هزات في الاقتصاد العالمي إذا ما حصل هزة لواحدة من الدول الممثلة في هذه البتاع. ونحن طبعا لو دخلت الصين وباليوان ده حيكون في مصلحات لأنه ممكن يكون في تبادل ممكن يكون في شراء بواسطة اليوان وكده. لابد من إخضاع المشتريات والمبيعات بتاعتنا بالعملات الصعبة إلى رخصة خاصة يتم استخدامها لمقاومة خروج رؤوس الأموال. ولا بد من وضع قيود وضوابط صارمة على سفر الوفود الرسمية وواردات الدولة الكمالية وهنا في صرف كبير جدا من العملات الصعبة لابد من مراجعة ذلك. السعي للحصول على قروض ميسرة بالعملات الحرة من الدول الصديقة. العمل على تطبيق سياسة الإنتاج من أجل الصادر بغرض زيادة الصادرات. إيقاف تهريب الذهب بمكافحة قوية لأن جل الإنتاج يتسرع عبر التهريب. اتخاذ سياسات مشجعة لجذب مدخرات المغتربين. وأنهي الحلقة بتاعتي بأنني أتحدث عن النهضة. إذا الناس عملوا الإصلاح الاقتصادي وضافروا عليه وبشورة ومشوا بقوة كبيرة بعد ذلك الناس بيمشوا نحو النهضة في مقترحات أنه نحن بدل طبعا كل الماشي في المشروعات دي ولا القطاع الخاص الداخلي ولا الخارجي بيحقق طفرات في الاقتصاد لكن ما في طفرات قوية حصلت في أي اقتصاديات حديثة إلا بالتركيز. يعني إحنا لازم نشوف لنا منتج منتجين عندنا فيه ميزة نسبية كبيرة نركز عليهم نضخ فيهم أموال كثيرة من الداخل ومن الخارج نجيب لهم تكنولوجيا عالية إدارة مقتدرة نشتغل فيها عشان في مدى 3 سنوات يدننا دفعة كبيرة في مدى 5 إلى 10 سنوات يخرجنا الاقتصاد السوداني من وحدته ويحقق لنا النهضة. المسألة الثانية نحن عندنا مشروعات زي دي وغيرها دايرين لها تمويل. أنا أفتكر يمكن استعمال احتياطي الذهب أو احتياط الذهب يعني واحدة من الضمانات الكبيرة. يعني مثلا بالنسبة للصين اليابان بعض الدول إذا جاءت عملت مسح وتأكدت من احتياط الذهب بتاعنا يمكن يكون هذا الاحتياطي عبارة عن ضمان لتمويل استثمارات كبيرة بعد الدراسات المشتركة بيننا وبين هؤلاء. أنا أفتكر لابد ونحن بنفكر في أننا نحل الليلة أو نضع مقترحات لحل الأزمة ونحاول نعالجها لازل سيمولتينيسلي مع ذا نحن نفكر في مشروعات النهضة الحقيقية نبدأ فيها من الليلة بتخطيط وبتنفيذ عشان في مدى 7 في مدى 10 سنوات نحن نكون زي كوريا الجنوبية زي اليابان زي كده عملنا مشروعات ضخمة تحقق لنا نهضة اقتصادية نذوق طعمها ونورثها الأجيال الجاية
وبالتالي نستطيع أننا نكون يعني حققنا الهدف الوطني الأكبر بتاعنا. إخوة المشاهدون والمشاهدات، أنا حاولت فقط أقدم مقترحات، ما دار أقول أنه دي الحل للأزمة الاقتصادية السودانية أو لتحقيق النهضة، دي مساهمة متواضعة مني تضاف إلى مساهمات من أفراد أو من مؤسسات أو من أحزاب أو من كده، ده كله يصب عبر شورة واسعة إلى حل الأزمة الاقتصادية السودانية وإلى تحقيق النهضة، وبيده بالشورة الواسعة بأننا نحتمل بعضنا البعض بالرأي والرأي الآخر، ما نقلل من أفكار بعض وقدرات بعض، بل نكون يد واحدة لإصلاح السودان. وأنا أفتكر أهم ما في ذلك أنه هذا الحوار الوطني يؤدي إلى إزالة ما في النفوس، وأن الناس يفتحوا صفحة جديدة للتعامل السياسي وللتعاون حول حل المشكلة الاقتصادية وللتعاون حول أن نرفع المجتمع ده من وحدته، وبالتالي نكون أرضينا الله وأرضينا أهلنا، ويعني إن شاء الله السودان يتقدم ويكون في الريادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.